بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده احكي لك على موقف شخصي حصل ما بيني وبين شخص من الكيان. الراجل رد عليا في كومنت كنت كاتبه على برشلونه نيوز ايام ما كنا بنتكلم على موضوع السوبر ليج، وان فكره ان انت تحط لي 15 او 12 فريق في بطوله نفضل نلعب في بعض سنين طويل الموضوع يبقى ممل. لقيت ده بيرد عليا بيقول لي اخي كيف الموضوع يبقى ممل؟ قلت له مبدئيا احنا مش اخوات ولا عمرنا هنكون اخوات، لانك راجل محتل ارضي وبتقتل في نساء وبتقتل في اطفال، واحنا في رمضان والموضوع مش طالب خالص ان احنا نقعد نتكلم معاك، علشان خاطر كده هيبقى كتير وفضل روح اتكلم مع اي حد في الكومنتات. لقيته بيقول لي ان انت شخص متطرف عرقيا ومتطرف دينيا وكلام كتير قوي كده. قلت له بص، هتفضل طول عمرك مغتصب ارض وهتفضل طول عمرك قاتل النساء. قعد يقول لي ايه اللي تعرفه على فلسطين وايه اللي ما تعرفوش. قلت له احلى بلوك، علشان خاطر الكلام معاك لا هيودي ولا هيجيب، الموضوع هيبقى صعب جدا ان احنا نتكلم مع بعض. روح يا عم دور على كل الكومنتات اللي موجوده دي ورد عليهم، هتلاقيهم بيتناقشوا معاك عادي، انا شخصيا مش هتناقش. ده بقى اللي حصل مع النني بالظبط. في لعيبه كتير في اوروبا طلعت تضامنت مع الاخوان الفلسطينيين في اللي بيحصل لهم من مجازر ومن مذابح بيعملها الكيان كالعاده في رمضان، والناس ما متعودين ان هم دايما بيعيدوا وبيرمضنوا على اخواننا في فلسطين بان هم بيقتلوا دايما فيهم، بيخشوا الاقصى بيدنسوه بيعملوا حاجات وسخه كتير. فانني راجل مشكور تعاطف مع القضيه زيه زي رياض، زيه زي حكيم، زيه زي محمد صلاح اللي عملها متاخرا. بس كالعاده يعني بما انك في نادي زي ارسنال فاعرف ان في مشاكل كتيره قوي هتطلع لك، لان مثلا بيطلع لك واحد مثلا من الحساله اللي موجودين وسطهم زي طلع عوفر ده يطلع يتكلم على ان احنا مش قادرين ان لعيب في النادينا اللي احنا بنشجعه بنحبه يكون ليه مواقف زي دي. انت ازاي بتتكلم عن القضيه وازاي بتذكر فلسطين وازاي بتتكلم على كده؟ احنا مش عايزين اي حد يتكلم على القضيه دي تماما. ويا جماعه بتاع ارسنال عاقبوا النني زي ما عاقبتوا مسعود اوزيل لما اتكلم عن المسلمين بتوع الاجور. بس اداره ارسنال وقتها كانت بتتكلم على حته ان احنا ما عاقبناش اوزيل على الاجور، لا يا جماعه احنا كنا بنعاقب اوزيل فنيا لان ارتيتا مش مقتنع بيه. انما النني هم ردوا وقال لك لعيب بيكتب على تويتر، احنا مالناش دعوه، كل واحد حر في ارائه اللي على صفحته الشخصيه. لا بقى الدنيا قامت وما عادتش ازاي وازاي ان النني يتكلم. طيب نفس الموقف حصل مع نصير مزراوي لاعب اياكس امستردام، لان نصير مزراوي اول برضه ما نزل صوره ولد بيقف قدام جندي وجندي مصوب سلاح ناحيته وقال لك فري فلسطين، وقتها الاكونت انفجر، كل الجمهور بتاع اياكس بقى بيطالب برحيل نصير مزراوي اللي هو ليه يا جماعه؟ قال لك لا، ما هو الهولنديين معروفين دايما ان هم علاقاتهم المتينه مع الكيان الصهيوني. فدلوقتي فكره ان احنا ندعم محمد النني لوحده، لا الموضوع مش دعم النني لوحده، الموضوع دلوقتي دعم لاغلب اللعيبه العرب الموجودين في اوروبا. اللعيبه العرب اللي مش في فيرست كلاس مع الاسف مشهورين، يعني مش مشهورين درجه اولى زي رياض او زي حكيم او زي صلاح، لا في الناس دي بتتعرض فعلا لضيقات، الناس دي فعلا بتتعرض لمواقف سيئه جدا زي نصير وزي محمد النني. محمد النني دلوقتي اللي الكلام كله حوالين ان تل عوفر ده عايز يشكي النني للرعاه بتاع ارسنال وعايز يشكي في رابطه الدوري الانجليزي علشان خاطر يتم ايقافه. والفيفا طبعا معروفه ان هي بتتكلم في حته ان احنا موضوع السياسه وموضوع الكوره ما ينفعش ان نتدخلهم في بعض، فالنني معرض ان هو فعلا ياخد عقوبه قاسيه. في حته ان احنا محتاجين ندعم النني، مبدئيا لازم ندعم النني لان النني ده ابن بلدنا، والنني حتى لو نزل البحر هناك عندهم وقرر ان هو عايز يعمل اي حاجه كده كده هندعمه. في حته ان احنا بندعم النني في قضيه فلسطينيه كلنا بندعمها من قديم الازل ونفضل ندعمها لحد اخر يوم في عمرنا، دي حاجه واجب علينا. حبيت النني، شايف ان ارسنال كبير على النني، انت مضطر انك تدعم محمد النني لان النني بيواجه مشاكل بيواجه صعوبه كبيره جدا. فمفترض انك تدعم النني في الهاشتاج العالمي اللي معمول النني بقاله 3 ايام اللي هو وي سبورت النني. ويا سلام بقى لما تعمل كده شرطه بسيطه وبرده تكتب وي سبورت نصير مزراوي علشان خاطر تعرف الناس كلها ان احنا لازم نوفر لعيبتنا العرب كلهم. بطلب من اخواننا المغاربه ان هم برده يفعلوا هاشتاج نصير مزراوي علشان خاطر نصير فعلا بيتعرض لمواقف اسوأ من اللي بيتعرض لها محمد النني، لان انت الانجليز بيعيشوا في دور ان هم فور فري واعمل اللي انت عايزه واحنا كده كده عندنا حريه وعندنا بلا بلا بلا. انما الهولنديين هناك بيقول لك لا احنا بنحب الاسرائيليين، ما تتكلمش معانا على حته ان احنا نتعاطف مع القضيه دي. فانت مطالب انك تدعم النني ومطالب انك تدعم نصير مزراوي وتدعم اخوك الغلبان اللي بيتكلم معاك في الاربع دقايق دول. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل سبسكرايب واعمل ديسلايك عادي، بس في الحالتين لازم تدعم النني وتدعم نصير مزراوي علشان خاطر الاثنين دول بيقولوا حاجات كتير قوي من اللي احنا كان نفسنا نقولها، بس مع الاسف احنا مش مشهورين ولا حد يعرفنا، فالناس دي بتمثلنا دلوقتي بموقفهم اللي هم بياخدوه ضد الكيان.